طبعا معانا انضمت لنا عبر الهاتف الست هيفاء الحسيني، حتشارك معانا وتهنئك بمناسبه حصولك على هذا التكريم. يسعد صباحك ومساء الخير ومساء العافيه. مساء الخير ست هيفاء. صباح الخير. صباح الورد. هذا عزوز عيسى. بالطبع أنا كلش اليوم سعيدة، يعني هذا ينضاف إلى إنجازات قناة زاغروس في سنة 2021. يعني الحمد لله اليوم عيسى المبدع يعني حصل جائزة مهمة جدا. هذه الجائزة هي تعبر عن مدى هذا البرنامج تأثيره، لأن نقطة مهمة جدا، يعني نحن إذا نشاهد برنامج عيسى نشاهد برنامج حبته العائلة العراقية، وأيضا الضيوف اللي كانوا يطلعون مع عيسى كانوا ضيوف كلهم من الشباب، من الشخصيات اللي موجودة اللي أغلبهم تحبها الناس، يعني أغلبهم يحبوهم الناس. فالحمد لله اليوم قدر برنامج عيسى غلطة عمري أنه يحقق جائزة أولى من ضمن البرامج المهمة اللي تقدمها القنوات البرامج الفنية، وحظى هذا البرنامج بالجائزة الأولى. فأنا أكيد كل السعيدة يعني، وحبيت أنه أشارك بهذا الاتصال حتى أنطي دعم لكادرنا المتميز، أنطي دعم لعيسى أنه يبدع أكثر ويكون له رسالة أكثر وأكبر، وأيضا كل برامجنا المتميزة اللي أيضا تحظى بإعجاب كل الجمهور. أحب أشكر كل اللي ساندونا ووقفوا معانا، هيئة الإعلام والاتصالات، وأيضا كل الجهات اللي دائما تدعم قناة زاغروس. عيسى أنت مبدع. شكرا لك. أحب أبارك لك، وأيضا تسلميلي. أحب أقول لك أنه أنت إنسان كلش راقي. تسلمين. هذا من ذوقك. إلك كبير في قناة زاغروس، إلك تأثير مثل ما إلى هبة وعزوز وأيضا زهرة ورائدة ومروة، كلكم لكم تأثير في هذه القناة. يعني الحمد لله خلال سنة قدرنا نأثر بالمجتمع، قدرنا نجيب ونحصد يعني مشاهدات كلش عالية، يعني من حلقة تنزل وتجيب مشاهدة 2 مليون 3 مليون، فهذا أكيد إنجاز. أنا أعتبره إنجاز، يعني نحن ما لنا دخل بالسلبيات والانتقادات. صح. أكيد في كل البرامج يصير بها انتقادات، لكن نشوف الإيجابيات. الإيجابيات هو التكريم لعيسى الراقي، عيسى المثقف، عيسى المؤدب، عيسى الخلوق. فأحب أهنيك وأهني كل كادر قناة زاغروس في بغداد وفي أربيل وفي المحافظات، لأن كل إنجاز هذا اليوم نحن نحققه هو إنجاز للكل يعني. وأحب أشكركم، لأن والله العظيم أنتوا. شكرا لك. هذا من ذوقك. شكرا لك. يعني عملتوا في سنة 2020 عمل يعني متميز جدا، والدليل أنه عملكم كان متميز. مرينا في ظروف كل الصعبة، وهذه الظروف هي كورونا ومنع تجوال، ظروف استثنائية، تجون وتسجلون حلقتين وتتعبون وحتى توصلون الفكرة وحتى يصير القناة زاغروس لها مشاهدة ولها جمهور. اليوم قدرنا نحقق هذه الإنجازات. سنة 2021 نبدأ بها ونحصد 4 جوائز، فأنا أعتبر هذا إنجاز لكم لكم كلكم. شكرا هبة على كل اللي قدمتي. شكرا حضرتك. شكرا عزوز. شكرا لك. شكرا زهراء، رائدة، مروة، أضواء، أيضا عيسى، أيضا أشكر فرات ومحمد، وأشكر كل اللي قدموا أشياء كثيرة. حسين، عصام، فرات الشمري، ما أريد أنسى أي واحد، بس كلهم مبدعين من مصورين. طبعا وأكيد باسمي وباسم كل الكادر نشكرك يعني من كل قلب نسيت هيفاء. يعني أنا كلش فرحانة بيكم وأهنيكم. شكرا. وأكيد هذه الإنجازات إنجازات تنحسب للكل. شكرا لكم وألف مبروك عيسى. شكرا. حبيت أتصل لأن كلش فرحانة أنا سعيدة بصراحة هذا اليوم، هذا إنجاز للكل. شكرا. شكرا. شكرا للبرنامج عبر الهاتف سيس هيفاء. الإنجازات بعد أكثر إن شاء الله. أكيد بوجودك. إن شاء الله. شكرا لك. صباح الخير مرة ثانية. شكرا لك سيس هيفاء.